السلام عليكم. خلاها عمر طنجاو تقفل الباب ونقول لكم بونجور. صباح الخير وصباح النور وعشية مباركة إن شاء الله. كنجيبوا المغرب طبعا حال دائما أي واحد كيجي المغرب هنا وين كيما السمو قفص بوبرينا يا صايم ما كيقدرش يدير مرة. وبغيت نقول لكم واحد الحاجة، هاد الكاميرا اللي كنصور بها دابا هاد الكاميرا ديال التليفون، يعني كنصور أنا غير بالتليفون دابا كيما كتشوفوا واحد الكاليتي بزاف وارا وارا بزاف. واش جد تجر عليا يومين يبحوا علينا دابا وساعة كيبقاو ينبحوا علينا نبحوا نبقاو مع هاد السيد هذا مشاو كيتبعوا مواليه. دابا جبرتونا عاملين مع مادي اخوتي، عامل مع مادي وغنمشي نهاودو مورا ستاسيون حيت دابا قال لي عاد يلبس عليا عاد يخرج من الدار عاد يمشي يشبر الدران عاد عايش صافين عندي هاد البلاصه اللي اسمها سان سادورني. وجيت معايا فونيس دابا كنهضر معاكم غير عادي فهمت، دابا جيت معايا فونيس باش ان شاء الله ملي غنتلاقاه غنحاولو نخدموهم حيت خدمتها في الدار يعني جربتها في الدار كتخدم لي يعني غير موسيقى ولا قران الا بغيت نسمع اولا بغيت نهضر يعني كنهضر بهم عادي يعني كنضر بهم نورمال يعني اليامادا شي واحد عيط لك اما باش تدخل الصوت ما عرفتش علاش يعني جربت نزلت التليفون بس كنصور راسي بهاد فونيس عامله في ودني وكنحاول زعما الصوت ديال فونيس يدخلوا في التليفون استقم بشكل سي وينو شي الدراري تتوين هنايا قالوا لي واش انا يوتيوبر غنوريهم قلت لهم انا يوتيوبر هما دخل تينيس موبيل اكي بال يا تينيس اميكوس اكي مارويكوس نو سي مارويكوس صافي صافي كون بالابر مارويكوس مالكوم هذا الشيء اللي كيعلمهم انا ديالي صاحبي كيتال بور موروكو غوفوس شنو هذا سرمدا يلا بور كي موتشاس تينيس موبيل اكي بور كي مي سي بور كي نو تينغو داتوس يو ديا ماشي وينو خوتي ديالنا تبارك الله عليكم تلاقينا واحد يوتيوبر نايا طنجاوي ديالنا شحال فينا جاي من التيتو شحال فينا هنا خلقناه فهاد بويبلو هذا كنطلب كاتالان كلشي قال لهم واحد صالو دابا كاتالان من هنا ولا ولا فين داك كاتالان اسبانيولي يا ولد بسنا دجي مونا تردا كاتالان كوم استيرو أما هضر معكم كاتالان طنجاوي ديالنا هنايا تا هو كامل فيديو هنايا ان شاء الله غنخلي لكم القناه ديالو هنايا ديسكريبسيون او تابوناو معاه دخلوا معاه تا هو كاين شي حاجه بالاسبانيولا اسبانيولا ولا العربيه ديك الساعه نمشي للعربيه عاوتاني ان شاء الله حيت ما عندوش مع العربيه بزاف خلق هنايا كامل داك الشيء فلوكاس ديالهم بكاستيانو بوين تريد اللي هنايا في اسبانيا كذا دخلوا عليه انا نزل لكم القناه ديالو في ديسكريبسيون وتحيات ديال طنجة الدراري الحمر ديالي المجاهدين صافي لاش ايبيريا تحيات كامل ديالو تحية الدراري ديالو مجاهدين تطفي لاج الدراري الحومة كاملين تبارك الله عليكم بقاو معنا مع هاد الفيديوهات المهم اخوتي ديالنا تبارك الله عليكم كما كتشوفوا عندهم هاد البلاصه هنا كيلعبوا فيها خاص كيلعبوا فيها باتينيتي وداكشي دابا جبرتونا غنطلعوا من فوق عاوتاني الدراري كضرب بارفيكس وداكشي والعالم كتصحح فهمت هادي هي الدنيا وهادي هي الطبيعه اللي تنصطرني مورايا راه فاينه كاين الدراري كتريض حنا غنشبروها واحد برويده واحد طويله فهمت بقاو معنا عندو زوج جات كوميساريه قاتلين دموسوس كما كتشوفوا الكاليتي ديال التصوير ديال هاد التليفون هذا شي حاجه بلا ما نقول لك احسن من الكاميرا اللي كانت عندي صراحه عجبتني بزاف الكاليتي ديال هاد التليفونات اللي كتبدا فلوكات ولا اللي عاد تبدا فلوكات كنصحكم تشروا التليفون هذا حتى التليفون هذا واعر بزاف الدراري كتصحح هنايا ونو الدراري ديالنا تبارك الله عليكم جبرتونا هنايا مع الدراري كتريد ما عندهمش رمضان ما كيصوموا رمضان اللي والو الدراري صغار الثاني باقي صغير بوبري كراهم الدراري يعني باقيين خوبين اللي كيتريدوا مع راسهم هنايا انا كنت طالع برافو هايداك جبرتو كنا ونرمانو ياش المهم جبرتهم كيتريدوا تما المشاهد ملي عيطوا لي مشيت لعندهم صورتهم ساعات من خصك من الخاطر كل شيء سينو ما اسم الوالد ما علينا دابا جبرتونا غنمشيو كيف ما خصكم هنايا غير الديور ديور ما كاينش شي بلوكيس هنا بلوكيس بحال نقول لكم العمارات كاين هنايا ما كاينش العمارات يعني لا تجبر بيسو 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 قليل هنايا كتجبر غير الديور هي جوج طبقات هي ثلاثه طبقات ولا الدار كتجبر الدار بوحديتها يعني غنقول لكم فيلا ودابا جبرتونا غادي نهاودو غادي نمشيو لواحد القنطره كاين واحد القنطره اللي كتطلع على الطوموبيلات والعالم والسلام من تما غنمشيو لواحد البحيره اللي واحد البحر مزيان كتعجبني كنرتاح فيها وهذه هي كاليتي التليفون هذه كاليتي التليفون غير ديال القد كاليتي القدام كيفاش عامل عادي الا قلب ساعه ثاني الكاميرا د اللور على معاه فهمت او معنا ونتمنى يعجبكم فلوك ويطلع شي فلوك حمق من دابا فوق هذه الخرجات مع باطيتنا
السلام عليكم. المهم اخوتي رجعت لكم، عيط لي مادي دابا، خلينا هو ماشي شفر الترن دابا خصني نزربو نشوف عرفتو شنو ودنا الترن نطلعو في يدي عند جندك بحرة. صح بحرة انا قريب ليله فهمت، نمشي ليله ونصوركم تما اولا نهود نتلاقى ريحه الحلب صار فور كيسه بالحلبه مع العادم لا ريحه ديالها جاتني دابا هنايا كاس عند داير الوالده الله يطول لها في العمر الوالده الا شتات فيديو ولا كنقول لك شوف كنبغيك الوالد. واه ما عرفتش واش نهود عنده نطلعو عاد نمشيو نصورو ديك البحره اولا نمشي بحره نصور عندنا ود عنده حيت انا مشيت البحره عاد ود عنده عند صعاب يعني نهود عنده نتسنى تما ولا شبر الترنه الدب. هنايا هاد الجهه هادي كاينه فيها بلوكيس، الجهه هادي كاينه فيها بلوكيس كما كتشوفوا، هاد الجهه هادي فيها بلوكيس يعني فيها الطبقه الاولى والطبقه الثانيه وكتبقى كل طبقه فيها جوج سكنات ولا ثلاثه وشو يعني بنادم يعني ساهل يتسيب هنايا ويدخل ويسرى ولكن هاد من هنايا البلكونه هو يدخل ولكن عاملين الارم رافين ديك الارم راه ديك بلاكات الارم هذيك الا دخلتي ما كانش هو في الدار عسيتي عليه وخرج ما كانش هو في الدار ودخلتي كتصوني نيشان كتصوني عند البوليس يعني كتصوني عند البوليس نيشان بوليسيه كيجيو كيطيروا خلي وقع واحد النهار واحد خانه بغى يفتح واحد الدار ديال البنكه في الا فرانكا ودخل الناس كتضرب الارم ما عرفش يقطع كابليه فهمت الارم اللي في الدار ديال البنكه كيكونوا بباتريس ما كيكونوش مدوزين بالضوء فهمت كيكونوا باتريس. المهم داكشي ما عندكش نشرحكم فيه وداكشي هيدا وسهل. دابا انا عاود عند مهدي عاد نطلعوا لهاد البحره هادي اللي هنايا قريبه فواحد الغابه هنايا قوم معايا جانا لكم اخوتي جبرتونا حنا حدا واحد مقر ديال كروز الروخه. شنو هو كروز الروخه؟ هو الصليب الاحمر اللي كيعاون جميع المهاجرين الغير شرعيين. كنتي من الجزائر ولا من فرنسا ولا من بلجيكا ولا جميع دول العالم ماشي غير ضروري تكون من افريقيا ولا تكون من اوروبا وتجينا هنا وما عندكش، كاين الناس هنا من رومانيا وما عندهمش كيجيو كروز الروخه تعاونوا معاهم. كروز الروخه الرمز ديالها عند الرمز بحال هذا، ها هو بحال هذا كروز الروخه يعني الصليب الاحمر كما كتشوفوا الصليب الاحمر يعني على الصليبيين وداكشي. حنا عندنا الهلال الاحمر، الهلال الاحمر كاين في المغرب ولا المغرب العربي كامل فهمت. المهم هذا الصليب الاحمر او كروز روخه كيتعاونوا مع المهاجرين وبزاف، وفاش كتكون عاد كملت 3 سنين هنايا وبغيتي تدفع الوراق باش تعدل الوراق ضروري خصك تجي عند تقرا عند هادو عند هاد كروز روخه باش كيعطيوك واحد السيرتيفيكادو كيعطيوك واحد الشهاده. ها شوارف كيجيبوا من المغرب، اسمح لنا قطع الموضوع رجع من الموضوع، شوارف كيلعبوا الضمان داخل كيجيبوا من المغرب كما قلت لكم كيعطيوك واحد السيرتيفيكادو كيعطيوك واحد الشهاده مدرسيه مع عند كروز روخه هذيك هي اللي كتكون نقول لك مجمع عند الدوله يعني فهمتي ماشي بريفات ما تقدرش تقرا في شي مدرسه اخرى بحال عشتي تو كيشوف فيا باش تقرا في شي مدرسه اخرى كاستيانو اولا كاتالان ويعطيوك هذيك الشهاده تدفع بها الوراق. قولوا لك مشي ضروري جيبها مع عند كروز روخه يعني مشي قرا عند كروز روخه كتمشي عندهم تينا وكتسجل طبعا بحال اللي عمل مهدي. مهدي دابا كيقراو دابا جبتونا عند تلقاوه يعني الناس اللي كتبغي تدفع الوراق ضروري خصك تقرا عند كروز روخه 45 ساعه ديال الكاتالان وكاستيانو طبعا واخا ماشي ضروري تقرا الا كنتي في كاتالونيا. قول لك انا مشيت عند المحامي كيقول لي 45 ديال الكاتالان كاستيانو لا كنظن دابا كلشي واضح يعني الناس اللي كتبغي تدفع الوراق ان شاء الله ما تكمل 3 سنين خصها تقرا في كروز الروخه او الصليب الاحمر باللغه العربيه. وحنا دايزين هنا يوم نسيت شي خيمه الناس اللي كنت كنتصريت فيها هو كنت كنتصريت فيها دوزت فيها شهر اخر اخواتي شي لا قضيه الفلوس ولا شي حاجه ولكن مليت قنط يعني بوحديتي هنايا يعني ما كنجبرش شكون اللي غادي يمشي معايا للخيمناسيو نصريت فهمت نكبر الصحاب وحدي ما قادرش ماشي بحال اللي كنت بلا فرانكا كنت كنمشي للخيمناسيو مع الدراري وكذا كتجبر لي ونساك هذا كيمشي مع هذا وهذا كيمشي مع هذا. المهم حنا حدا خيمناسيو حدا الزونا سبورتيفا يعني المنطقه الرياضيه كما كيقولوا بالعربيه حدا الكامبو اللي كنتريت فيه جان تحت يعني دابا في العشيه عندي واحد عندي شنو اسمو عندي لونطريما 845 دقيقه عندي لونطريما اليوم كنتريني مع هاد ايكيبو اللي تحت ايكيبو ديال المنطقه هادي سان سادورني كنتريني معاهم عندي معاهم لونطريما في 845 يعني 9 قال 4 وانا 9 قول 9 قال قسم يعني هنايا كتن عندنا المغرب يعني خصني نكون كنفطر في الدار انا والزوجه ديالي المحترمه تبارك الله عليك وتحيه ليك من هنايا. المهم هادشي اللي كاين دابا شفنا هادي عند مهدي باش نتلاقاوه ونطلعوا من هنايا نطلعوا نرجعوا عندك بحره نيت حد جوج من مساحات هنايا ما كيحشموش ما كيصوموش رمضان قوم معنا وتبارك الله عليك. الضباع صاحبو السبع ايه واش زعما رجعتي نحاولي باش نبعبع فاي مهدي جا عندي وقال خصو الحراره اكثر من هيدا انا كنسخبع في الظليله هو كيقول لي خصني الحراره اكثر من هيدا ما كتشوفنيش انا باش يبقى يمشي فيها زعما يدي الاجر ونتينا طالع العقبه وصلنا لراس العقبه قال لي خصني نشرب قال لي عندي شي حاجه هنايا كحوليه في كرشي هنايا خصني نشرب اخي اسامه انا خويا انا بغيت نخطب اجي كيفاش كتبان لي دابا قميجه مزيون خصك تخطب انا لا شو رجع كيلبس الكلاس فهمت تعرف لو حب بنت الناس قال لي غنتزوج الخاوس كتمشي معايا تخطب انا ما عرفتش يعني قال لي قال لي خصني نمشي نخطب سكوت اه شو دابا راه ما خصناش نهضروا على بنت الناس كلاس داينك كلاس
ايه يا داق العالم. صح ارجع اطرم مهدي. ايه والله المهم اخوتي انا هنايا غادي نوقف فيديو ما نزيدش نطول عليكم بزاف، غنمشيو نكملوا مع مهدي غنوريكم واحد البحر اللي نقدر نصور لكم شي حاجه. بحره حب بحره اللي مزيونه نصور لكم فيها شي حاجه. كيف جاتكم كيف جاتكم؟ خلهم بحره بحره عمل لك. كيف جاتك الكاليتي ديال التيلي؟ اش غنقول لك اخي اسامه، زايد على الكاليتي التليفون ديالي والله. زيد حتى على الكاميرا اللي عندي في الدار. يا ايه والله شحال شريتي؟ شريت بحالو الخاص. شحال شريتي؟ انا شريتو 300 و 300. ايوا صافي مشي نجي هو 300 كي توا كادو. هسا هادوك صافي هسا هادوك نجيبهم. توا كادو تساوي 120 دالاور. اه صافي عرزيت دابا زيد هبطني لهاد البحر. خوتي نسيت ما قلت لكمش في القناه ديال الاخ ديالنا اسامه، كنقول لكم عواشركم بروكه والله يدخلوا علينا بالصحه ولهنا وباش ما تمنيتو. المهم اخوتي ديالي وصلنا قرابين واحد البحر اللي عندك بحره اللي قال لي مادي خصو يمشي ليه راه هو فين هو كيصور راه كيفلوكي تما. الناس اللي كتسقسيني على الخدمه انا هادو الشجر دول بحال اللي في باديه الخاوه بحال اللي في شعروبيه. المهم الدراري اللي كتسقسيني على الخدمه انا في كاتالونيا شني داير دابا الموسم دابا ديال العنب. المهم هما في شهر 8 شهر 9 كيبداو يعني كيبداو يزبروا العنب يعني كيبداو يقطعوا العنب ويجمعوا العنب. دابا شني كيعدلوا واحد الشجره ديال اللوز والله العظيم انا الخيرات سبحان الله ربي مسيب. ايوا غنوريكم واحد الشجره ديال اللوز هي خيرات سيدي ربي. خيرات سيدي ربي باقي خضر شجره عامره سبحان الله العظيم تبارك الله. اجي وقطع مع راسك شكون ما عندوش شكون يهضر معك حيت هذا الشيء طالع مع عند سيدي ربي. جبر شي واحد نبته شحال هذه مقادم الزمن وخلاها هنايا دابا كتطلع وكتطلع مع سبحان الله العظيم عامره باللوز. هادشي اللي كاين باقي كيهضر ليا اللي نعرف كما كتشوف هنايا هادو الشجر ديال الخوخ الشجيرات هادو كيطلعوا كيطلعوا الخوخ. غنوصلوا لهنا نوريكم العنب والخدمه اللي دايره دابا هاد الايام هادي. الايام هادي كيقطعوا الورقه ديال العنب معروفه بالورق اللي كيجي العجين كاتالوني ولا هاد الجهه هادي ولا في ليريده ولا في جميع المناطق هنايا كل من الورق يعني اللي بغى يخدم في الورق. حنا دابا كنتسنى واحد اسبانيولي ان شاء الله غادي يعيطنا كيقول لك في هاد 15 يوم اللي مازال غادي يعيطنا باش نمشيو نخدموا معاه باش نوريكم الخدمه اللي غادي نخدموا ان شاء الله. كنتسنى واحد مغربي اخر عنده ريستورانتي ضد المغاربه هذاك كيفتح يعني حتى من رمضان دابا واخا يفتح يعني ما عندوش شكون يجي عنده غيجي عنده اسبانيول قلال يعني غتكون الحركه ناقصه بزاف. دابا نوصلوا لديك بحره عندنا واحد البحره اللي كبيره يعني بحيره مائيه فيها البط وفيها السبع وفيها السبع كيعوم في ديك البحر. غنوريكم الخدمه اللي كتخدم هاد الايام دابا في العنب ولا في هاد المنطقه هادي. المهم اخوتي كما كتشوفوا هنايا اللي موجوده في هاد الايام هنايا سهله ماشي شي حاجه صعيبه يعني كتجينا هنايا جي نوري لهم العنب كيف فين هو. شوف العنب ها هو يا العنب هو هذا باقي ستيتو داين تينا كتجي كتزول هاد الورقه هادي وهاد الورقه هادي كتخليه يضرب فيه كيدخليه يضرب فيه الهواء فهمت فهمتي باش تخلي يتشرب دابا بحال كلارو باش يدخل فيه الدواء باش ملي كيجي دابا بحال هادي هاد الورقه هادي مدرقه على نتاح مدرقه على العنب نتاح شو العنب نتاح كتجي كتزولها فط. دابا انتينا علاش كتقطع هادشي هذا قطعي كنوريهم الخدمه والسهلة ما تخلعناش ياسر ما علينا هادشي اللي كاين سهله الخدمه سهله كيبقى العنب يعني باين واضح. اجي وري لهم كيفاش كانوا يضربوا التمر انا اصحاب اصحاب الماشي اصحاب الله سهل هادي كتشوفوها كامله اخوتي بلاتي انا نوريهم. شوف كضرب من هنا حتى القاع حتى القاع هنايا كتبقى شابر في هذا الخط هذا هذا الخط هذا كامل. هذه هي الخدمه اخوتي اللي قلت لكم دابا وسبحان الله العظيم الا درتي ايضا هنايا بعدا في واحد البلاصه اسمها البينيديس. البينيديس كتبدا من مارتوري ونتينا هود مارتوري جيليتا سانسادورني هاد البلاصه هادي مناطق كبيره فهمتي. الا عليتي التليفون هيدا شوف جهاد لينا عامره بالعين لينا كيجيو التيمبورادات اخوتي كيجيو التيمبورادات يقدر النصراني يخدمك معاه بلا وراق ولكن عندك الوراق يعني خدام خدام الخدمه موجوده دابا فهمت. بحال اللي قلت لكم يعني تيمبوراد الا قلتي مثلا بالنسيا غادي تقدر تخدم على طول العام مثلا حس عندهم اللتشين تما موجود و تلح عندهم فلاح هادشي اللي كاين اخوتي. دابا قررنا نحب واحد الفيديو غادي يجي طويل ومهم نتمنى واخا تستافدوا شي حاجه في هذا الفيديو هذا وتبارك الله عليكم. خلينا نشوف فيديو نكتشف نمشيو البحر ونكتشفوا شنو كاين تما فهمت.